اهلا وسهلا بيكم جميعا اللي شرفونا بالدوار. بونسوار مساء الخير. اهلا وسهلا فيكم جميعا خي اسعد حبيب قلبي. بونسوار مساء الخير حبيبي ابو الناج. بونسوار مساء الخير جميعا. اهلا وسهلا فيكم كل اللي تشرفونا اليوم. بونسوار حبيبتك 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 بونسوار مساء الخير. اهلا وسهلا فيكم جميعا. بدنا تفضيل المذيع يا حبور. تفضيل المذيع. تفضيل الزعلة. شوف تفضيل الزعلة. برافو. ضو المسرح يا شاطر. ضو المسرح. برافو زعفولو. اهلا وسهلا فيكم جميعا. بدنا نرحب كل اللي شرفونا الليله الفنانين والفنانات. ما بدنا نسمي حدا مشان ما حدا يزعل. اهلا وسهلا فيكم جميعا. بحب اعرفكم عن نفسي. انا رئيس نقابه الوساسيف. يعني كل اللي بقلده المطرب جورج والصوف بالوطن العربي. نحن حوالي 4000 5000 واحد وان شاء الله على جوده على طول. فحبينا نجمعهم بنقابه وحده سميناها نقابه الوساسيف وانا رئيس النقابه. بس مش معناتها انه انا احلى واحد بقلد الوصوف. لا. هلا رئيس نقابه الممثلين احلى ممثل. مش مزبوط. ولا رئيس مجلس النواب احلى نايب. لا. هو نايب الاخضر واليابسي. اهلا وسهلا فيكم جميعا. شو بتحبوا نسمعكم؟ اطلع يا ابني بيت الدو بيت الريل كاتانا الميل الباسول. يا حبيبي تكرم عينك. بيجو 504 لون فستان مسكر الباركي. عم بعد في حدا معه منا هيدي رامي 10100. ولك هيدي لالي. لا لك بدي اعزبك شلي اياها بس انتبه لا مش عامل لها استرس. تكرم استاذ حبيبي. يلا عيونك يا استاذ. فيني فوت معكم بنقابه الوساسيف؟ انت كمان بتقلد الوصول؟ اوه طبعا. يلا صاروا 5000 واحد زعفوا له. هيك لنشوف. فخر. ابا ابا. ايوه. مرقت. قطع ايدها. يلا وحده ثانيه. اهلا وسهلا فيكم جميعا. عيدي للشعب الليبي الشعب العربي. حبيت ارمي الشباب. شو حبيت؟ لا ما حبيت. روح اتسهل حبيبي. قبل ما نسمعكم شيء بنحب نخبركم كم نكته مشان نطلع من الاجواء المشحونه اللي عم نعيشها بهالبلد. الواحد حمصي جاب ولد سماه بابا اسم بيو. حبيتوها؟ يلا وحده ثانيه. الواحد رجع على البيت مأخر شاف مرته نايمة مع الصاحب عنده طلع فيه هيك قال له لا أنا مجبور أنت شو جابرك. يلا واحد تالت. وقع تلفن على سناك ببيع سلاسل وكراعين قال له وحياتك عندك لسانات قال له طبعا قال له لكان تبعت لي ثلاثة أربعة يلعسون الدارير تبعي. هي الواحد قال لي هي شو عم تعمل جرسنا. بونسوار أهلا وسهلا فيكم. كم مرة قلت لك ما تجي لهون بقى؟ مبسوطين فيي. بعتذر منكم هيدا مش معنا بالشو. مبسوطين فيي وحياتك. مش مبسوطين فيي؟ ليك رح حد لثلاثة ما بتظهر رح تلفن للسكيورتي. روحي بلط البحر. شو يعني السكيورتي؟ الأمن. لا إذا أمن بروح بروح حبيبة قلبي. يلا سمعونا زعفة الفلة. مساء الخير مرة جديدة وأهلا وسهلا فيكم بالجراند هيلز بالكوميدي نايت لليلة. سهرتنا الليلة منا مسرحية ولا شانسونية. إنما رح نقدم لكم ستاند أب كوميدي بالإضافة لشوية سكتشات وممكن يمروا شوية سياسة. بالبداية مثل ما بتعرفوا لبنان هالأيام عم بعيش أجواء مظاهرات. فنحن حبينا نعمل إشانتيون عن بعض المتظاهرين خاصة بالمظاهرة يلي كانت سبيسيال كتار وصفوها بالثورة المخملية. الإشانتيون تبعولنا رح يكون مع موريس. بليز زقفة كتير كبيرة لموريس. أي أي آخ إجري معدلين جسمي مكسر ماني جاي من السبور نو مبين وين كنت. رح أخبركم شو صار معي. كان صار لي شي جمعتين قاعد بالبيت بلا ما أظهر أسهر مع الشباب. بتتخيلوا جمعتين حتى السبت؟ شو هالكبت؟ شو هالفريستراسيون؟ بلا كريستال وكاسينو وتابو بي او 18. يعني عن جد عن جد كنت رحت بديبريشن.
كان سودان كبست علي اسمسات ومساجات انه ستيل meet us downtown, come and make history, we can change it, forward this message. حتى كان في حاجزين لك محل قدام حتى في بالكون على التمثال. فانا قلت لحالي ما تكون كسلان يا قبل مور. اخذت الديسكو تبع البابي. ديسكو يعني ديسكوفري، بتعرفوا هيدي افانتور بدها 4x4. ونزلت صوب الداون تاون. كان عجقة كتير كتير وما كان في فالي باركينج لياخذ لي السيارة. فصرت زمر زمر ليجي شي فالي، صاروا كلهم يزمروا وراي. صار كل لبنان عم بزمر باب باب وباب باب باب وكذا. آخر شي قلت خلص، دورت وطلعت صفيت مثل العادة بالكريستال. هلا هو قهوة إزاز بس لأنه كلاس صار كريستال. السربرايز كانت إنه تلاقيت بنادين وكورين وكريستين واقفين بالباركينج مستحيين يفوتوا لوحدهم عند المتظاهرين. قلت لهم ولو ما أنا لمين، وسحبت من جيبتي سيجار هافانا. شافونا سوين قالوا هافانا الذي في السماوات. ورحنا كارجين. نحن وقاطعين بمونوت فركشنا بمين؟ بسيرين ونسرين وجوستين. قالوا لي البابات والكلابات مسكرين، انتو وين رايحين؟ قالوا نحن نازلين على الداون تاون عند المتظاهرين. فوصلنا لتحت كنا اكثر من 50 وكانوا العسكريين مسكرين الطريق. رجعت قلت لحالي ما تكون كسلين يا ابا المور. أغبت عند العسكري قلت له مسيو بليز بتقطعني؟ قال لي بعتذر منك استاذ فل. قلت له فل بس اصحابي حاجزين جوا قطعني. قال لي فل من وجهي احسن ما اقطعك شقف، ممنوع المرور. وقفت هيك مش عارف شو بدي اعمل محروش. كان سودان اتدخلت وحدتي الخاصه نادين، غمزته للعسكري ابتسم له. قدمت له وردة أحمر، أغربت عليه سخسخ كجته قلب بالأرض وفتنا لجوا. الجو كان جنون، كانت ولعانة. الشباب كانوا كلهم موجودين، كان في علي ومغون ومتغي وخالد، حتى أجوب كان تحت، وولاد وكبار وكلهم حاملين العلم اللبناني. حتى في مدام ما إلا جلادة تحمل العلم اللبناني جابت السريلانكية معها. وكلهم كلهم عم بيغنوا هيدي الغنية، هلأ عم تنزل بالكلوبات، غنية جديدة. شو اسمها؟ ايه هيك كولونيل الوطن بام بارام. والجو كان جنون عن جد، كانوا كلهم عالم اجواء بيس اند لاف ونصبين خيام. وكان في يعني مينيموم، يعني حيلا واحد لابس جينز او صباط مينيموم حقه 100 دولار مينيموم، مش مثل غير مظاهرات كل 100 شخص تيابهم ب 100 دولار. وكان في كان في من جميع انواع العالم، حتى كان في من هيدول يلي ما بياكلوا لحمه. شو بيسموه ما بياكلوا لحمه؟ فيجيتاريان. لا مش فقرة. حتى فانا دغري تعرفوا برميت بزنس براسي انه جمعه الجاي ضروري ضروري اعمل مظاهره بفرية بس بيانت. وواقف هيك وكذا وعم بتطلع شو حلوة الوحدة الوطنية وعم بعمل سكانينج. زوم ان زوم اوت، زوم ان زوم اوت. بالاخر قلت ما في الزوم، نحن اكثر بكثير. فانا وعم بعمل سكانينج واقف بشوفها شوفها شو حلوة الوحدة الوطنية، بس بشوف وحدة شقرة عيونها خضر بس وطنية. هلا شعراتها صبغتهم بس لابقين لها. لانتي اكيد اخضر، منخاره معمول بس ظابط، شفافها سيليكون بس بيفتحوا القبليه، صدغه كمان سيليكون بس بومبا.
ولابسة تيشرت أبيض ضيق ضيق ومكتوب عليه هون بالأحمر ليبري نو سيت أصفري وصحباتها صحباتها أحلى من كل صحبات صحباتها يعني بدكن تقولوا عاملة عمليات أكتر من المقاومة بفرنسا بفرنسا أيام الحرب العالمية الثانية بس هي حررت مزارع فرنسا فأنا قلت بدي أتحش عليها كيف بتحش عليها بعمل مشية المان موديل على الكاتوك بتعرفوا كيف بيمشي المان موديل؟ رحلكن بيعلل الترابيزيس بيطلع معهم البكتوراليس ميجر بيوطي الترابيزيس بيضلوا البكتوراليس فوق بيصير دلتوز لقدام دلتوز لورا دلتوز لقدام دلتوز لورا شلت لعندها طلعت فيها هيك أو اتطلعت فيها هيك بثانية قوية غريزتي الحيوانية واجتني أفكار استغلالية قلت لها بما انه عم نحتفل بمناسبة الوحدة الوطنية شو رأيك نطورها ونعملها اللحمة الوطنية فبرمت ظهرها وفلت سكرت لها الطريق ومسكتها بإيدها قلت لها لوين عم بفتح معك حوار قالت لي شو فكرك تشدني قلت لها حبيبتي لو بتعرفي قديش شادد قبلك عجبتيني بدي اياكي قالت لي بدك ياني يا حبيبي في 1559 واحد بدهم ياني قبلك قلت لها بدهم اياكي قالت لي بلا اخلاق رح اقول لك الحقيقه اخلاقك مش عم طيقه وفاتت على الخيمه لحقتها على الخيمه صرخت فيي هي يلا انقبغ طلع برا فأغغت أعمل إعادة انتشار اتسللت من تاني مال من الخيمة ومديت لها راسي شفتني ونقزت قلت لها فاجأتك مو فصرخت فيي أنا وحدة حرة ومستقلة ساشي في جيت أوت جيت أوت فسكر راسي طلعت هيك وراها كان مكتوب على على ظهر البناية اللي وراها فيرجن قلت لحالي كتير فقلت لها بتعرفي شو الهيئة مش رح يطلع لي منك شي عم يطلع فجر جديد صار لازم انسحب هلا رح ننتقل لموضوع مختلف شوي موضوعنا بيتعلق بالفن بليز ليديز اند جنتلمان ليتس ويلكم توني ابو جوده نحن شعب خلاق شو بدنا بالحكي ما في شيء ما اخترعناه او ما كان لنا يد فيه من بدايه التاريخ لليوم ابتداء من الحرف وصولاً للكمبيوتر والإنترنت والمايكروسوفت والمايكروتشيب وإلى آخره نعم كلهم نحن اخترعناهم ما عريت الشاعر الكبير سعيد عقل بيل جيتس أصله من فيترون كان اسمه نبيل البواب من 40-45 سنة هاجر هو عائلته على أمريكا واليوم بعد 40 سنة من نبيل الهبيل بسنوية فيترون للصبيان لبيل جيتس بناطحات اسحاب نيويورك نعم طالما عم نحكي بالشاعر الكبير سعيد عقل انا بقول كثير مقهور وزعلان هالايام مقهور لانه شايف انه الشعر ما بقى يعني شيء لاي واحد منا الكلمه الحلوه ما بقى تعني شيء لاي واحد بمختلف المجالات وخاصه بالاغاني يا عيني على كلمات الاغاني اليوم يعني نحن نشرنا الحرف من شي 4000 سنة اليوم عم ننشر عرض الحرف بكلمات الأغاني من بعد ما انكتب أجمل الكلمات أجمل الكلمات والألحان للفنانة الكبيرة الست فيروز ست صباح الرحابني الأستاذ وديع الصافي كيف صاروا كلمات الأغاني اليوم؟ ابعت لي إيميل وحاكيني
عندك شي ما بعرف شو بجنني وبيطيرني. حط النقط على الحروف ويلا نطلع سوا على الروف. شو خص هي بهي؟ شيل ايدك، شيل ايدك، دور دولابك وادعسني. وفي كثير، وفي كثير، واقوى وحده فيهم كلهم للشاعر الموجود بيناتنا هون الليله، الشاعر الكبير توني ابي كرم، واللي هي عيني من زمان نسيت شكله، شكله كيف؟ نعم. شو هو شكله يا أنطون؟ شكل شو خي؟ قلنا. اللي فكره منه؟ عيب نقولها في تلفزيون عم تصور يعني. طيب. على كل مش بس كلمات الأغاني ما عادوا يهمونا، حتى اللغة بحد ذاتها ما بقى تعني لنا شيء. المهم نرقص، بلا ما نفهم على شو، المهم نرقص. بالصيني، بالأفغاني، بالكردي، بالتايواني، بالإيراني، باليوناني، بالتركي، ولك بالهندي. مين كان بيقول أغاني هندية هالقد بتضرب بلبنان؟ ميمي يدي بودي ديري بكره كلاي تندل يدي بودي داري بكره كلاي ميمي يدي بودي ديري بكره كلاي تندل يدي بودي داري بكره كلاي أني سكي أني هسري دباري بنديات ما تكيره إنت هون هون هو يمدياري بنديات ما تكيره إنت هون هون هو يمدياري بنديات ما تكيره حدا يقول لي شو عم بيقول هالزلمة؟ يمكن عم بيسبني وعم برقص، ولا ما افهم على شو. مش بس بالهندي، بالروماني كمان، صار في غزو من رومانيا بالاغاني كمان، مثل هي الغنية تبع هو الشابين اللي عم بيعيط لصاحبه من وادي لوادي، كسرت الارض، عرفتوها؟ مايا هي مايا هو مايا ها مايا ها مايا هي ومايا هو مايا ها. انه نحن بلبنان شو فهمنا بالروماني ابعد من المعاملتين، وبس ضروري نفهم اكثر من هيك يعني ما بعتقد. على كل إن وصلنا لمرحله هلا يعني بشهاده الكبار انه مرحله شوي فيها انحطاط، وصارت مساله تجاريه بالفن، يعني صاروا الاغاني تجاريه، مين من كان بده يغني، مين من كان بده يعمل مطرب، صاروا الكل عم بيغنوا، صرنا عم نسمع الصغار عم بيغنوا، الكبار عم بيغنوا، الختياريه عم بيغنوا، يعني حتى الاغاني القديمه للعظمه القدام عم تتجدد بمطربين وفنانين جداد، كمان بعد ناقص شي نهار نسمع المطربين العظمه القدام عم بيغنوا للجداد، يعني مش بعيده، تتخيلوها بتصير؟ شي نهار هيك نسمع على الراديو جديد 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 وديع الصافي يغني عزيز عبده. سهران وكان جو جنان شفتك انا وما بعرف كيف هالعيون شفت انا كان بدي يفل ناوي يفل قلبي ضل عليك يضل قلبي يخليك مثلك دايب انا او نسمع جديد 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 ماجد الرومي في البوم ديو مع علي الديك. نعم اليوم في الأسواق وبنجاح كبير ألبوم ديك الرومي. طل السباح ونكعلوش سبقونا هالحصادين جيب المعول والمنكوش ولاقينا بالزوادين. أو نسمع جديد جديد فريد الأطرش يغني جاد شويري. أقول لك إيه خيرني ليه بتقول كلام تغير عالي
اجي لك عطشان نفسي ادلعك اجي لك والهان نفسي ادلعك او نسمع ام كلثوم تغني ماريا نسمع إديت بياف تغني هيفا يا حاتلبي كل منامك عمري ما قلت الأولى ليلك بنسى فارم 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 أو نسمع سلطان الطرب جورج والسوف يغني مروة وسكادلي وبيكادلي شرشرت وكندا رلي قالوا له سمبا حبيبي سموها الرمبا سق على وكا يويو والسكر مكا يويو جابوا له مركا يويو طلعت انتكا يويو يعني هي ولا ممكن تصير بس في حال صارت مش انحطاط نهاية العالم. Thank you.